نمشي سوا. الموجة سوا أصدقائي متابعين اللقاء و اللقاء المنتظر أندري مثل ما وعدنا الأصدقاء المستمعين. بس بدي ألفت بالبداية أنه فيكم تابعونا بالصوت والصورة على صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5. وضيفتنا اليوم على الموجة سوا صوت لبنان نجمة من نوع آخر، وإذا بقول نجمة يعني أقصدها 100%. وبس نقول ممثلة لبست الدور، إذا شفنا أنت مين نعرف كيف الممثلة بيلبس الدور، نعرف كيف بيجيب أدواته من الأول للآخر. مش إذا لبسنا الدور غيرنا لون شعرنا أو غيرنا التياب، مع احترامنا لكل العالم، بس اللي بده يلبس دور يقلد عايدة صبرة، ما يقلدها لأن ما رح يقدر يطلع فيها، يتعلم منها لأنه أستاذة مسرح، أستاذة تمثيل، وأستاذة إداء، وجذبتنا بصورة رهيبة لنتابعها بأنت مين، غير الأعمال السابقة غير وغير الشخصيات التانية. تاريخ عريق لما منقول عايدة صبرة، فعلا تاريخها عريق بالفن، يمكن لأنه من هي وصغيرة من نعومة أظفارها مثل ما بيقولوا، تشربت الفن من كل أنواعه. عايدة صبرة أهلا فيكي. أهلا فيكم وشكري كتير كبير لكلامكم عن جد. لا هو الكلام يعني فعلا نحن منقدر كمان تواضعك، أنت إنسان كتير متواضعة، ويمكن ما اشتغلتي على أنك تاخدي الشهرة، ما اشتغلتي على مواقع التواصل بالصدفة، قصة نجاحية مثلا عملت شعبيتها لحالها ما لك فضل. يعني كل نحن بنشوف هلا قديش بيشتغلوا على الاعلاميين حتى يكتبوا عنهم، على بيشتغلوا على مواقع التواصل، بيشتغلوا على اظهار صورتهم. انت كنت الفن للفن. فعلا هيك، وهيداك بيجي لوحده، والناس وقت اللي بتقدرك هي اللي بتعملك، هي اللي بتشهرك. ما في لزوم الواحد يعني يعمل إذا بدك الهليلة. الحمد لله شغله هو الواحد اللي بيفرجيه مين هو. بس أخرتي شوي تطلع على الشاشة الصغيرة. مش قصة أخرت، مش هيك. كمان أنا معروف عني ما بدق أبواب، ما لا بدق أبواب ولا بروح بترجى ولا بمسح جوخ ولا بعرض ولا بعرض ولا كل ساعة بتلفن للمنتج ولا شيء. المشاهد أنصفك الحمد لله. أنت مين؟ تقدم لك هالنص، إجاكي هالورق، عايدة أنت معنا بأنت مين بشخصية نجوى. كيف لبستيها هيدا الشيء اللي عم نشوفه، من كان من العصاية، من كان من العرجة، إن كان من التياب، إن كان من المنطق، شعر، من طريقة الشعر. نعم. كيف عملتي حتى نجوى؟ كيف عملتي نجوى؟ هلا أنا بس قريت النص، هي بالنص محطوط إنه إجرى رايحة نتيجة. بدي أحكي شيء عن هذا الموضوع بعد شوي. إجرى راحت لأنه هي كانت حارب، مقاتلة بالحرب يعني. راحت. هلا هون تحاورنا انا والمخرج الرائع جدا اللي رائع حبيب. فعلا موجود له تحيه كبيره. هي اجره مقطوشه، كيف بدنا نفرجي هيدا الشيء، عرفتي؟ وطبعا منه هين ابدا. اعتمدنا اكيد التعبير الجسماني، نعم، واللي انا بعلمه بالجامعه واللي درسته كتير، لحتى فرجي هالشيء هيدا عبر طريقه مشي. وما يكون عكايزات، لأو عكايزات سهلة. رحنا على الشيء الأصعب، نعم، بالعصاية. عصاية طبعا واحدة. تمرنت، نعم، بالبيت لأنه منا شغلة صعبة. منا شغلة عفوا مش سهلة، نعم. إنه كل الوقت تكون عم تمثلي وفي عندك وعم تعرجي على فرد إجاري. وقعدت فتشت بين النص هالمرة اللي حاربت واللي انزتت بعدين قديش تهمشت بأي بيئة عاشت، حياتها كيف صارت بعدين. كمان هذا الشيء حبيت فرجيه بوجه بالنقمة اللي صارت عندها، حتى بتعابير وجه وبطريقة كيف بحكي. يعني اعتمدت انها كمان اتوشي تمي لقدام. عرفتي كيف؟ انه ما تكون مرة عادية، هذا خياري. هذا التعابير خياري. وحتى كمان عادة وقت الواحد بيلبس الشخصية منيح منيح منيح،
لوحدهم بيصيروا يطلعوا التوترات تبعها. يعني اذا لاحظتوا ايدي بيستعملها هيك هيك مشدوده, ايه مشدوده, هالقد في توتر, هالقد مستنفرة, في مستنفرة, في استنفار, لانه هي كانت كل الوقت تكون مستنفره. يعني قعدت درست مفردات هيدا الشخص. هودي المشاهد بيشوفهم انه هالقد شغلتي على هالقد ديتاي, بس المشاهد بيشوفهم هودي صراحة يمكن ما بيلاحظ تفاصيل صغيرة, ولكن بالنسبة له بينسى انه عايدة عم بتمثل. هيدا بينتبه. طب هلا وقت بيقولوا لك انه في تمثيل مش عادي, اوكي, وطبعا انا كتير بتشكر الناس, يمكن ما بيعرف يفصلهم, ايه, بس بيلاحظ انه في شيء مختلف, عرفت, لهالشخصية. ما بيعرف يعبر انه التوتر تبعها هيك او احساسها هيك او هيك, بس هني مرجعهم لعب لك ياهن. يعني بدك تعمل لها تاريخ للشخصية, بدك تشوف فعلا مسيرتها كيف عاشت وين وكيف وأي هاي طريقة ستانيسلافسكي. هلأ لحديت هلأ كل اللي عم يحضروا المسلسل لبناني 100%, حتى مش عم نقدر نعرف لأي حزب انتو مين وما مين, لأنه بتشبه كل الأطياف اللبنانيين فعلا. قديش لمس هيدا المسلسل الشارع اللبناني, وقديش لمستي انه ايه صبنا الهدف وفتنا على محل اول مرة بتتم معالجته بهالقد وضوح. صحيح. من خلال تعليقات الناس وقت بيقولوا لك ايه عم بيحكي وجعنا, في كل حدا عم بيلاقي حكايته بالمسلسل. في كتير ناس يمكن طبعا اللي عايشوا الحرب واللي كمان في منهم حاربوا عم بي, يعني انا صديقتي خبرتني عن بيا في رفيقتي بيا كان عم بحارب, قالت لي اصيب بديبرشن من بعد ما وقفت الحرب لانه اهمل بعدين, خلاص ما بقى موجود, ما بقى موجود, ما حدا بقى مهتم فيه. يعني في حالات حقيقيه عم تكون موجوده فعلا, في معاناه. عدا كمان مثلا قصه حاله انجو وجوزة, انه هالموظف الدولي فساد. والفساد يعني صير الفساد, وكيف الوضع الاقتصادي بيخلي حتى الادمي يروح اخر شيء لا شك المطرح. انا بدي نوه فعلا بكارين رزق الله هالنص المحبوك بشكل كتير حلو, واكيد المخرج اللي حبيب اللي بلور هيدا النص. بس عارفه شو منحس, انه كل الاكيب عاطي بشكل رائع. صحيح. يعني كل حدا كان قولها دانيال ما فينا ما هيدا تجرفنا لا عن جد. عمار شلق يلي قبل بمسلسل كان اشياء ويعني الدورين بفرق زمن كتير بسيط. نعم. تغير حتى بشكله وين راح كرشه وين كان كل هالاشياء اكيد حسب متطلبات الشخصية. كمان عمار هو خريج جامعة لبنانية. نعم. حلو بهال جوليا الكل, يعني ما بدنا نسمي حتى ما حدا أكيد. يزعلوا انجو عطيت كمان نكهة كتير مميزة للعمل. فعلا. بس بدي اقول لك الرقم يلي بيخلص 874 بعت لنا صورتك شابو با مدام عايده صبره. شكرا. وزقفه الكبيره لك شكرا كثير. شكرا. هاي محبه اللي كنت عم بحكي انا وياك قبل ما افوت على استوديو, انه هالسنه برمضان النجوم ما كانوا ابطال العمل المعتمد عليهم التقليديين. صحيح. في الرديفين هن اللي برزوا وتقدموا على النجوم حتى ببعض الأماكن. قديش كان كل واحد بمكانه, قديش تنبسطي بهالنتيجة, قدي بتفرح انه ايه انا مني البطلة بس انا مبلا نجمي عند الناس. لانه وقت اللي بتشتغل شغلك صح ايه بيبين. عرفت كيف؟ بكل بساطة بيبين بكل شيء, وتكون انت محضر حالك مظبوط شاغل على كل تفاصيل الشخصية حتى لو كان دور صغير, هيدا رح يبين عند الناس. وبين بقوة. حتى مع اذا بدك مع الممثلين بغير مسلسلات. صحيح. شفنا رولا حمادي ونوال رولا ما يعني ما فينا ست الكل. كيف شو عم بتتابعي؟ ليك صراحة اول فترة تابعت شوي بعدين وقفت. ليه؟ هيدي وقفت بدلي هلا بس ايه؟ قبل خلينا في مستمع ناطر رح اطلب منك اذا ممكن تحطي هيدي الليله مدمنة وناخذ الاتصال. الو الو بونجور. بونجور. لك بدي بسلم على مدام صبرا.
ميرسي و... يا هلا. وبدي اقول لك بس اكثر مشهد حبيناه لمن عم تاكل دجاج وثوم يعني هلا واحد لا مش معقول يعني عدتيه كذا مره ولا بس مره واحده؟ لا مره واحده شبعت مره يعني واحد ببيته ما بياكل هيك طريق عن جد بهنيك من قلبي ومن مود فيك بتجنني. ميرسي حبيبتي كلك ذوق. وين وين لمسك المسلسل اذا ما بعرف اذا كنت عايشه هذيك الفتره معيشتيها؟ بلا بلا معيشتها كثير تذكرتي قصص مرقت قداميك؟ كتير كتير وأنا كنت مثلها شوي يعني شوي يعني محاربة؟ محاربة أنت؟ إذا بدك نص يعني كتير بسمعوا كتير إشياء يمكن كان فيه يخبرون إياها يزيدوها حبيبتي عن جد قد ما مرقنا. واو يعطيك ألف عافية والله يعافيك وبهنيك من قلبي. ميرسي شكرا لك على التحية. وبحب أقول لك اليوم حلقة اليوم أنا رح أحكي قصتي بال هذا اليوم كلنا بدنا كمان اليوم الحلقة باسكال بتقول قوي ما في أهضم منك لما بتقولي أكل منضحك من قلبنا أكل أكل منضحك من قلبنا. وجودك مع الكبير نقول دانيال والمميزة جوليا أسار بيعطي المسلسل إيمي بليز بتطلب إيه طبعا كلهم لح تتابعوهم كلهم صديقتي باسكال عبر صوت لبنان. ميرسي شكرا هاي أندري أنا كتير حبيت دور عايدة صبرة غير أنه كتير في من العبر اللي لازم نتوقف عندها وهي كتير مهضومة بتجنن بدنا ممثلات عندهم الحس الحقيقي لنكهة الفن الأصيل. وفي ممثلات عندهم الحس الحقيقي لنكهة الفن الأصيل ايه في ما فينا نكهة عنا نجمات كتير مهمين بس مش الكل تحت الضوء فعلا ايه في البعض مربونين موجودين يعني بالعكس يعني ما بعرف إذا فيني سمي في كتاب أولهم سترو الأحمدي طبعا تقلى شمعون أستاذي إيه لا في ما فينا نقول في كتير رقم بيخلص 183 عايدة من حبك كتير. ندى زينون بتقول شو ما حكينا قليل عن ست عايدة ولا أروع. شكرا عنا اتصال. ألو ألو بونجور. بونجور أول شيء أنا شدني موضوع الكارين والسيناريو والقصة يا صايرين نحن بلبنان نحكي بين بعضنا مننطر كتيبة أو مسلسلات كارين رزق الله مناطرة لأنه بتضرب بطريقة الواقع الاجتماعي صح. سهل ممتنع صح. الحوار الوصف قسم عن عظمة حقيقة أول شيء قصصة إذا بدنا نرد ورا بعضهم عم بيكونوا كتير خفاف وحلوين وبيأثروا بعدين كل مرة عم تختار الممثلين ما بعرف إذا هي بتختار أو مين عم بتكون حبكة القصة مع الممثل كتير المشاهد عم بيحبه وبينطره من مرة لمرة مش أنه عم بيعبي وقت لا مزبوط. عم يستفيد وعم يتسقف من كلماته بين الرشوة والفحب الضمير والموظف يعني هيدا هالحوار بكل مشهد عم نشوف هالواقع وصراع الواقع بين الآدمي ومش آدمي وبين الحرب. وسكرتني بشغلي أنا كنت معلمة مدرسة وقت اللي سقطت الضمور بعد سنة من وين حضرتك؟ نعم من وين حضرتك؟ أنا منين؟ من المتن الشمالي. حكيت عن الضمور لا تقلب شغلي كنت أنا بمدرسة عم بعلم فيها بعد سنة لم شمل العائلة كلها سوا من بعد سنة عرفوا وين الأولاد كانوا مفرقين ما صاروا يخدون بالخدير وبالليل وهيك ضاعوا الأولاد بعد سنة أنا بالمدرسة واحدة لقيت أخته والأهل وعملوا حفل وكذا عيشونا وقت اللي تفرقت الحرب اللبنانية وكيف كنا عايشي كتير حلو ما في خيانات هالخيانات اللي عم نشوفها بالمسلسلات ولا خيانات شكرا هيدا بحب لك شغلي وقت التحملي أجريك أنا بقلبي بيوجعني وقت التحملي بعرف تمثيل بس أنت ما بقى أنا بحضرك من زمان وعلى أيام ما بدي سمي تفاصيل لا أنت بروفيسور يعني طبعاً بس هالصغار اللي عم بيمثلوا حتى شلق يعني ما كنا متوقعينه هالقد الدور اللي بقله شو بدي أنت مين يعني أنا بشكر أول شيء صوت لبنان يلي فتح هالحوار لأن كنت عم تحكوا عن المسلسلات كل تلفزيون عم بقول أنا الأول أنا الأول صدقوني هلأ في أعمال هي الأولى عم تجي تجارية بس إذا بتكون للواقع اللبناني واللي بيأثر مظبوط يلي عيش فينا بين الشرقية والغربية والمسلم والمسيحي
كريم انت مين؟ انت مين؟ صح. كلنا ضحيه صح. كنا صح. المجتمع صح. اللبناني ضحيه هالحوادث يلي عرضتها بطريقه كثير حلوه صح. يخرب زقها شو مهضومه. طيب اهلا وسهلا فيك. شكرا. مايك بيسال عن صوره تشي جيفارا انه ليش وراهن مايك، لانه هني عم بيمثلوا صورة المقاتلات اليساريات لأنه الطرف الآخر صحيح. يعني صحيح. هي الصورة بس حتى يعني نقولها دانيال مزبوط. طرف ونحن هو المقاتل صحيح. نعم من ما هو من خلاله لحتى توصل الرسالة انه كلهم مثل بعضهم. وبقلك بلا مبالغة انا ما بحضر مسلسلات بس عم يحضرك كرمالك. اه ميرسي كلك زوحة. قدي صعبة وضع هالقد حساس ودقيق وقسم اللبنانية ووقفهم بجبهات ضد بعضهم بنفس الوضع انتو جمعتون مع بعضهم بنفس هيدا دليل ذاك النص انه هلأ كلنا ملوعين صرنا صراحة يعني بعد كمان اللي عم نشوف النتائج اذا بدك هلأ مع الوضع الاقتصادي تبين انه كلهم مسؤولين. ولادك من اللي عن... من اللي عانوا ابنك بالغربة وهلأ بكتبعت التاني هي اصلا هي راحت اضطرت للحرب يعني بتروح. للأسف انا فقد الامل للأسف. لا ما بدنا نفقد الامل لحديت هلأ هلأ أنا عم بفتح لهم أفق إذا بدي. هلأ أنت كتير فتت بدور نجوى هلأ. لكن لأنه أنا عم بحاول أنا هجرت وجيت أنا عشت بكندا وجيت نعم مزبوط. يعني ما قدرت هيدا البلد رحت بالتسعين نعم, نعم. لقيت أنه مثل السمكة بلا مي وعم بتمسك فيه للآخر للآخر يعني عم شد الحبل للآخر صراحة عم بفتح لهم خيار لأولادي مثل ما كتير ناس عم بيحاولوا. أنتوا أخذتوا جنسية ايه 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 لأنه عشت 4 سنين ونص عم بفتح لهم خيار بحبوا يرجعوا أكيد ما رح قلهم لا بس عم بفتح لهم خيار ويشوفوا لأنه بلدنا صعب والمشكلة انه فعلا ما عم نلاقي حلول جذرية يمكن لازم نبلش التغيير منا نحن كأشخاص أكيد نحن منزلت على المسؤولين طبعًا. بس نحن عم نجيبهم نحن المسؤولين ايه طبعا نحن المسؤولين اولا واخيرا يعني نحن المسؤولين صح. عيدة صبرة كتير حتى ما يزعلوا. سهام شليطة بتقلك كتير حلو هالمسلسل اللبناني واقعي وكل حدا مثل دوره باحتراف كتير كلكم مهمين كتير. بشير بيقول أهضة من مثلين حابسيننا بالبيت مش عم نروح لمطرح. يودا بتقول بس برأي الست عايدة انه مش لازم يكون في فرق بالعمر بين عمار شرق وبين امه وبيو يعني بيان كأنه خيو مش ابنه. هلا في فرق بالعمر بينه وبين أصحاب أصلا يعني نسوين هالأيام أو رجال هالأيام آه ايه مش مثل قبل في بوتوكسي عايدة وفي فيلة لا قصدي حتى بالعيدة عايدة بالمسلسل ما فيهاش تعمل بوتوكس نو عم بحكي أنا إذا بنجي بالواقع تاخدي مرة عمرها مثلا 65 ما بقى بتلاقيها مهرجلي مثل قبل صاروا عم بيهتموا يعني كمان عرفتي إنه هيدا الفرق وهيك. كنا ناخد اتصال. ألو ألو مرحبا مرحبا أول شيء يعطيكم العافية مدام عايدة كيفك؟ إيه الحمد لله يا هلا فيك شكرا. أنا من أحد المتابعين لألك من زمان من أيام ما تعمل نجاح إيه تسلم بعد اليوم حافر بذهني كلك ذوق كلك ذوق. أنا بس بدي مرة شغلي لأنه أنا عم بسمعكم على الهواء مبسوط فيك كثير كلك ذوق مبسوط بهالبرنامج تسلم. أنا في مشهد مرأة عندك أنه أنت مبين إجرك شايل فيها طوي إجرك أو ما بعرف بأي أسطول شايلينها نعم. أنا بيني وبين نفسي قلت أنه صاير لشي ما مظبوط مقصوش إجرة للمخلوقة نعم. حتى سألت قالوا لي لا هذا تمثيل يعني صحيح. أنا شوف لوين قديش صدقت قديش مقنعة صحيح. أنا قديش اقتنعت صحيح ايه شكرا. بس أنا بحب أعلق على شغلة هي القصة كثير حلوة نعم بس الموضوع التوقيت كان طبعه كثير غلط لسبب لأنه العالم اللي بتفتر بتقعد شوية بترتاح بترجع تظهر بترجع بتجي مع هذا وكله عم نقدر نتابعه يعني عم نقدر هذا البرايم تايم تلفزيوني المعتمد نعم ايه مظبوط هيدا له علاقة بالتلفزيون والبرمجة تبعيته صحيح صحيح صحيح. بس أنا بتمنى لكم توفيق شغلة كتير منيحة بالنسبة لأنه بطل ومش بطل نحن بالنسبة لنا
كلكم ابطال، انت بطله من زمان مش من اليوم. تسلم كلك زوج. تشتغلي على قديش دورك كبير او قديش دورك صحيح كبير. صحيح انا ما من بفكر هيك. اللي بنحبك نحن. تسلم. وعم بقول لك انا لليوم انا عمري 49 سنه لليوم بغني ما بتعمل مزاح. وانا كمان. شكرا كثير لك. كلك ذوق. شكرا لك. عيدة بدي روح على محل اللي حكيوا فيه صار مرتين حكيين فيه عن الإجر المقطوشة. نعم نعم. في زميلنا مصور صحافي اسمه فيكانت شاب اليوم. نعم نعم. هيدا من الأشخاص اللي بآخر أزيفة بآخر يوم من حرب المية يوم. نعم. قبل وقفة لقى النار نزلت أزيفة وقت شط له إجره. بس شفتك عم تعمل الدور شفته هو. نعم. لهالدرجة أنتوا حقيقيين كنتوا. نعم. هيدي المعاناة اللي لملمتوها من الشارع ليش قررتوا تقدمون ليها بهالطريقة؟ شو قرر شو الهدف كان تبعكم؟ لوين كنتوا حابين توصلوا؟ كنتوا عارفين انه لهون بدكم توصلوا؟ الهدف مثل ما قلت لك انا حسب قراءتي للنص لحتى نقول انه ليكوا يا جماعة الحرب ما ودت لمحل ضبط البلد. انا في جملة بقلها انه شو استفدنا من الحرب بالله انه ضبط البلد؟ بالعكس ما ضبط للأسف. بدل ما كنا يعني مثلا شوف بأوروبا ألمانيا وفرنسا ما مرقت عليهم حروب وإلى آخره. لا بس رجعوا عملوا خطوات كشعب لقدام. حيوي وحي لأنه تمسكوا بالقيم نحن ايه؟ تخلينا فعلا ونهضوا ببلد ألمانيا فينا من نقدر هالبلد العظيم بصناعاته وين تطور وقديش تطور. نحن شو صار؟ أنا بقول كل اللي عملوا الحرب ما ديمهم بالسلطة ما راح يضبط البلد. مها بتقلك مش معقول شو لبس الدور بتضحكيني لما بتخافي على المصاري ولما أكلتي الفروج. هيدا الفروج خرب الدنيا. وهالثنائية أنت وأنت وجوليا قصار كيف ركبت كيف ركبتوها؟ اختيار إلي. إلي حبيب المخرج كان بده لهالدورين ناس بس يعني انتو في صداقة شخصية شغلة انا وست جوليا مبين انه في كومبليسيتي معينة فعلا هيك لانه كتير نفهم مع بعض كتير كتير مش شوي قدين ترك لكم هامش هامش الحلو الارتجالي يعني نوعا ما في تحضير وفي المناقشة معه يعني كمان انه كمان احنا شوي شغلين كل واحد على نص ومثلا المفردات مثل ما قلت لك انه هاي الشخصية لازم تبين فعلا انه هي كانت مقاتله من خلال مفردات تستعملها ما فيها تكون عندها تركيب جمل اي شفتي هالمداهم اللي عملناها مثلا ما بتقولها ما هيدي بتعرف في عندهم مفردات اكيد مفردات حربيه استعملت حربية او هيك حمشي مثل ما بيقولوا تبين هذا صاحب معه هلا شفنا جوليا عندها روح القائد انت عندك روح التبعيه كانه نعم. انه ماشي ورا دايما وماشي وراها هذا نعم نعم على طول بتأمرني وهيك ايه. مع انه هي تركت الكل واجت عاشت عندي ايه. انا هي جمله بتقول انه هي ضلت مجنونه وانا كبرت عقلي عرفت كيف انه انا هديت يعني استوعبتي انت ايه ويمكن نعم. نتيجه اصابتي اذا بدك هي اللي خلتني يصير عندي حكمه هل قد بتفوتوا بالدور ايه طبعا 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 يعني انا مثلا خليني اخبرك نعم. شغله انه وقت كنت عم بحضر النص بالبيت اوقات يفوت جوزي هيك لعندي على البيت يصير احكي بهالطريقه اللي انت مين انت مش مرتي جان بيقول لك عايدة لاف يو كثير شكرا ابو داني سلام للسيده الفاضله بس خبرينا جبت العصا معك على الاستوديو لا شايفني عم نحكي براحتنا لو العصا هي ما استرجعي وايا يا ابو داني سارة بتقول أنا بضحك لما بتبهدلي جوليا خصوصاً على المصاري والأكل هالقدي بتخاف من نعم. على المصاري إيه لأنه ما معنى يعني عرفت الرقم بيخلص 874 بحلقة مبارح بالمطبخ مع سامية شي رائع شكراً شفت قديش بيوقفوا عن تفاصيل أكيد أنه الناس بتعرف عم نقول والله الناس بتعرف صح شكرا مدام داريان هيدا المسلسل الحقيقي ومن الناس اكبر دليل انه الدراما بتنجح من دون مكياج أيوة. وشرك وقصور وصور وشرك بس أي. نعم مرة صرحت تصريح ايمو عليكي كلهم ايه الممثل لازم يلبس شخصيه اكيد مش بس نغير مش مكياج الاسم ونغير نغير الاسم ونغير تياب وميك اب والكوب بعد هلا شو بتقولي لهم كمان بعدني على موقفي اكيد
انه معليش انا اللي قدمتيه قررتي شوفه شو كان قصدي فيه ولا لا انت قدمتيه بمعزل عن هالتصريح؟ لا بمعزل بمعزل انا ما يعني ما بعمل انكيات مني بهالجو عرفت كيف؟ انا بنيت حكي وقتها على رأي انا يعني على مشاهدتي لإلهم من خلال كم مشهد اللي ما اقتنعت فيه. اذا نجي ناخد اللونجاج الجستويل تبعون يعني هو واحد لكل الشخصيات اللي عم يلعبوها والشي المنيح انه ما بيقبلوا نقد. طب ما كيف بدك تتطور يا حبيبي؟ ما هني ببلشوا ستار ما بقى تزبط انه ما بيصير. طب يعني ما اليوم ليش اليوم السميرة المشاغبة مش انا عائل اليوم انا اليوم انا عائل لا لانه بتشوف انه في نوعية اداء وفي نوعية اعمال رائعة نحن ما لازم نقبل كمان كمشاهدين تكون اقل منها. هني كمان معلش هني كم مسلات. طب ما بتراجعي حالك من مسلسل لمسلسل كيف اديتي؟ شو بدي اختلف من مسلسل لمسلسل؟ بس هلا اذا طلعت بلا مكياج بشي مسلسل او بنفس التياب باكثر من حلقه بيقولوا لنا طلعت بلا مكياج وبنفس التياب يعني مثلا خليني اقول شغله. انا مثلا حكيتونا عن الايد بلوم مين؟ دليدا خليل. ليه؟ على التصريح اللي عملته انه وقت خطفوها وضلت ولو اسود. ايه معلي بكل محبه دليدا انت تلميذ جامعه ومين معلمها؟ معلمها اساتذه كبار. تذكري شو يقولوا لك بالصف بس هيك. الممثل مش بشكله لازم يضل مرتب. هي بررت انه الخطفه بحبها وامن للاشياء الحلوه. ايه بس اكيد واحد مخطوف مش رح يقعد يعمل هيك. ما خصلي بتزيح مثلا ما خصلي بتزيح. شو بتقولي لها دليدا؟ الا خليها تعرف شو تحكي. خليها تعرف شو بتحكي انه لانه التعليقات اللي اجت عليها انه مش هيك. هي ردة فعل منها كانت يمكن متسرعه شوي. متسرعه ايه تروق معلي تراجع حالها مش غلط. عم تبعي نادين نجيم بخمسة ونص؟ لا قلت لك تابعت شوي بعدين وقفت. ليه؟ ما قنعني. خمسة ونص ما قنعك؟ لا تشوفي نائب بيحكي بالسوري مثلا. مش هون القصه. ما يعني كفكرة مسلسل ما بالأول هيبة كمان ما أنا يعني ما ليك قصص الحب خلصنا. أنا قصة الحب يعني هي جزء من العمل بس مبين إنه يعني ما لازم ينبنى عليها. إيه صحيح بس عم ياخدوا نسبة مشاهدة عالية. حلوة عم ياخدوا نسبة مشاهدة عالية. ياخدوا طب أنا ضل على الشارع وشوف فويس اللي عم بخلص 5 6 4 بنسمع. اي نعم. بونجور يعطيكم العافيه تحياتي للست عايده. والله انا من الاشخاص اللي عيشت هذيك الايام بس بخبركم كلمتين. كان عندنا صالون بالاشرفيه كبير الصبايا والشباب الصغار يلي كانوا يدافعوا عنا حاملين سلاحاتهم نفتح لهم الصالون ليجوا يناموا عنا شي مجريح شي غيدا وكان دارج الكومنت كار ما كان فيه لدبابة ولا كان فيه صبيب أحمر. كان جوزي نحنا بجبل بمنطقة بعبدة ياخد الموتور يمرق بين الألغام ماشي تيوصل على الأشرفية ليضويلهم. تعذبوا كتير بس ما طلع شي. اهلا وسهلا فيك. هلا نحن ما بدنا نستعيد ذكريات يعني شفتي شو فيها ايه مزبوط. انا برأيي هيدا نوع كمان قد ما الناس بعدها يعني اذا بدك موجوعه طبعا هيدا نوع من التطهير. هيدا نوع من المسلسل فوقتون على جراحهم فتحتوا لهم جراحهم لازم او نبهتون ما هو لازم ينحكى ما هو حتى يتخلص او نبهتون على الممكن يتكرر كمان هو تنبيع الممكن يتكرر. عرفت كيف؟ وان شاء الله لا اكيد ولحتى نقول له يا جماعة ما حدا هلا كل واحد بيعتقد انه معه حق. في حدا انزعج؟ في حدا انزعج؟ في مقاتلين مثلا سابقين او اشخاص تضرروا من الحرب قالوا لكم انه زعجنا هالشي؟ ما حدا بالعكس كانوا اكثر عم بيسترجعوا هيدي الذكريات ويمكن بمحل ندمانين. تلقيتوا اتصالات؟ امبارح بمقابله مع استاذ الي حبيب كان في مداخله لعمار شلق استوقفوا رجال وسلم عليه وسمعوا فويسات من اصحابه اللي هن كانوا يقاتلوا بالحرب وعبكي
وعبكي يعني شو كان حلو سميرة بس فتوا على المقهى ده كان معبر وده كان هذا اللي كان بيت الحزب تبعكم صار محل الأراجيل نعم والضريبة شو وصلتوا لنا الأسى اللي إنه عجبت إنه هلا إنه عجبت كانوا هذا كنتوا إنتوا إيه وكفت الحياة والعالم تهمشوا ما حدا عاد طلع فيهم في عبارة بتقول نحن وقفنا هون وإنتوا كرمالكم إنتوا كملتوا ونسيتونا هون صحيح صحيح قديش حقيقية هيدي كتير حقيقية نعم. وإلا ما كنا عم نسمع إذا بدك التعليقات قد عم يستذكروا هيك أشياء وهيك في غصه على حال المدام اللي من اللي عم تقول تذكرت قصه الدامور نحن من الاشخاص اللي بس تهجرنا نعم كمان انا واخواتي يعني انا كنت صغير واخواتي تفرقنا نحن نعم. يعني رجعنا بعدين لقينا يعني هاللحظات يعني شيء بيوجع فعلا هاللحظات الخوف من انه ما ترجع تجتمع العائله صحيح مؤلمه وصرنا كل واحد مع يعني عن جد طبعا بيلمس هيك القلب إلا ما هيك بيضقرك بمحال أكيد نعم. يعني هو حكايتنا بيسألوك أنا سوري عم بقطش بس ولا. في كتير أسئلة من المستمعين شو رأيك بتمثيل باسم مغنيدي لا باسم كل مرة عمرة يعني عم بفعلا عم بيثبت عن مهارة مهمة كتير نعم رقم بيخلص 405 بعدين كان تلميذنا عندي شادة مجروحة فيه باسم عم يعطي دور روعة بأسود حاليا نعم. فعلا الرقم بيخلص 405 نحن منحب الهيبة وسيرين عبد النور ونحن كمان أكيد ليش لا ايه ليش لا اعتبر كأنه هجمتيون يمكن لا 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 ليش لا أنا هيدا رأيي نعم. كممثلة قدي فيك تعطي رأيك قدي مسموح قدي أنت عندك حرية تعطي رأيك أنا عم بعطي رأيي كأكاديمية أكيد وبحق لي عرفت هلا في ناس بياخدوها من غيري انا بهدف انه بالعكس خلينا نتقدم ونقدم شيء منيح ومهم لانه في طاقات بيحكوا كتير حكى هاليومين على العنصريه انه اذا قلنا لازم النجم اللبناني يكون له دور لازم ينعطى فرص بيقولوا لنا عنصريين مثلا محقق بيحكي غير لهجه لبنانيه نايب بيحكي غير لهجه لبنانيه رئيس عشيره ببعلبك بيحكي غير لبناني طب اذا ضوينا عن نقطه ما عم نحكي لا عن اداء ولا عن حضور ولا عن كاريزما خلي ايه نعم طب ليه بدنا نتهم بالعنصريه هلا صاير كتير لغط وهيك ايه؟ انه ما لازم عن جد ما لازم خلينا نكون واعيين يا جماعه معلش الدراما السوريه هي نهضت قبل منا يعني اذا بدك بالتسعينات صح نحن بالوقت اللي كنا تعبتنا قبل كان كان بس ولكن الحرب عشتنا اوكي هني طلعوا صح ايه؟ هلا نجوم اللي عم نشوفهم اوكي اول شيء تلاميذ جامعات على فكره مزبوط. وهن وصلوا هلا يعني اشتغلوا اوكي وصاروا مشهورين نعم. المنتج عم بيجيبهم من ناحيه انتاجيه لانه بيعين اكثر بلا ما نضحك على بعض وادائهم فعلا عالي يعني إيه بس في يعني يمكن انا ما احترام المنطق هلا هون لازم القصة يكون فيها منطق انا مع المنطق يكون حاضر كل الوقت بالقصة وقت بدنا نعمل انتاج يعني مشترك. ما نستخف كثير ولانه حلو انا برايي بيفتح افق اوسع بالعكس عم زقف له نحن لا حتى لنجومنا يبينوا بالبلدان العربية طب لنحسب اذا كنا هالشي مع فرنسوية بنزعل ما منجيب سيرة طب مع مصاروي بنزعل ليه ما منجيب سيرة انه حطوا خلينا نكون منفتحين اكثر عشان إيه بس يعني بصير شوي نوع من اجتياح يعني بقوه اكثر يعني المشاركه هون على دور النقابات هي تنظم هي الموضوع مشان ما حدا ينظلم كمان لازم يكون في تعاون وتبادل مكان عندنا نجوم عم بيروحوا يشتغلوا هونيك يعني بيير داني كل عمره يشتغل هونيك انجو اشتغلت مسلسل لا الكلبه دارين حمدي هلا يوسف الخال ورد الخال ما عم بيروحوا يشتغلوا هونيك يعني معلش بس راحت سيرين عبد النور عملت بطولة قناديل العشاق نعم صار في عليها حملة ما بتفهم من النجمات السوريات طب ما هوني كمان عم بصير حملة ما بتفهم طب ليش هديك قبلناها هون قلنا عنصرية لا بدك تشوف يعني كيف وليش ووين وأي ساعة بدك تفوت بتفاصيل بدك تفوت تفاصيل نحن بالغنى عنا أنا مع
يكون انتاج مشترك مش بس مع السوريين، لا مع كل العالم، الفن ما له هويه، لانه هلا داري بس يكون في منطق، مثل ما قلت سميره يكون الحكايه، لانه القصه مقنعه، ايه لانه في تزاوج بيناتنا صار، وفي صار في تاريخ معين، انه فينا اذا بدهم فعلا المنتج يعمل شيء عمل تجاري، بس يعني اذا بدك يكون حريص يقدمه بقالب فعلا نص قوي في منطق لهالاعمال المشتركه، عرفتي؟ عايدة صبرة في واتساب رقم 55 نسمع. نعم صراحه عم بيصير فينا بمشاهده المسلسل انت مين، مثل حدا عم يحضر كونسير لمطربه قديمة فن الطرب الجميل، كل شوي يقول الله، فكل مشهد كل ممثل من أصغر دور لأكبر دور كل ما عم نحضرهم بكل لحظة عم نقول واو الله، يعني بتحسوا غذاء للفن للثقافة، شيء دسم رائع وبذات الوقت سهل ممتنع. فعلا يعني بس بعتذر كثير طويلة الرسالة، بس أخذنا المقطع الأساسي الجزء منها. شكراً. إيه يمكن هيدا والدليل إنه في كثير بتكون عم بتتابع أعمال وبتقولي بقلت كم مشهد هون، بتحسي لا ما فيكي، ما فيكي تروحي ولا مشهد، لأنه كل مشهد عم بيكون لوحة متكاملة. ليلى ليلى تحياتي لكم، بتخصك أندري وبتخص الست عايدة. ميرسي ليلى. سميرة هيك يعني حضنايك. سارة بتقول أنا بنبسط بكارين أنه ما بتجيب ممثلين غير لبنانيين، يعني خلينا نفهمهم قصدها، نحن مش مع، نحن مش ضد، صحيح نحن مع هيدي الكومبينيشن، صح، بس ما فينا نشوف مثلا نائب ما بيحكي لبناني أو مدير مدرسة بيحكي مصري، يعني هول فيهم يغيرونهم الدور، فيهم ما يعملوا نائب هو وما يعملوا أنا مدير مدرسة، خلي المنطق هو اللي يحكم، فينا نلاقي قصص تانية، عرفت يعني؟ أو يا أختي يحكي لبناني مكسر، بتختلف. بيروح لبناني على أوروبا بيقعد 20 سنة بيجي عم يحكي لبناني مكسر، كنا لبناني مكسر تقنعونا، بس يروح الممثل مكسيم حكيم جبرو بمصر يحكي مصري ببعض الأدوار. نعم يعني وجمال سليمان يعني فيهم يحكوا شوية لبناني، يعني ما بيشكوا من شيء إذا كان الدور بيقتضي طبعا. أكيد أكيد. وتنوضح فكرة نحن ما بنحكي لا عن إيديهم العالي، لا 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 العالي جدا، ولا عن حضورهم فعلا الانهم. يعني قصي خولي اللي عمله بخمسة ونص أنا شفت كم مشهدين لقلو. ناصر فقيه انتقد النجوم اللبنانيين الرجال وطلب منهم يتعلموا من المصاري والسوريين، شو بتقولي له؟ سمعت أكيد عن الموضوع، يمكن مش كتير صراحة مش كتير. هلأ صراحة مبين الفرق، خلينا هيك نكون واقعيين وبلا ما نتخبى ولا أصبع، بس عنا نجوم، عنا نجوم يمكن بدهم مخرج يساعدهم أكتر يطلعوا اللي يطلعوا اللي عندهم. طيب ما خليني أعطي مثل بس المغنية تحديدا. أوكي هديك سنة بتانجو ايه كان مع رامي حنا، صح؟ قدي جوهر ابدا يعني ما عندنا مخرجين، لا عندنا مخرجين، بس خليني لك شغلي، رامي جاي من باك جراوند مسرح، لي حبيب كمان المخرج من باك جراوند مسرح، لا هو دارس مسرح بالاليو وشاغل 45 مسرحيه بالجامعه، يعني روح الممثل موجوده، يعني بيكون الممثل يعني المخرج بيكون دارس للممثل، بيكون دارس يعرف، وعدا هو كان يعلم كمان تمثيل مزبوط. عنده ثقافة فنية بتقدر تطلع من الممثلين يكون حريص على إدارة الممثل ويطلع أحلى ما فيه. نحن لسوء الحظ معنا إدارة ممثل مش بس هيك، إنه يعني كمان من الانتخابات ملكات الجمال إلى يعني المخرج بده يكون المخرج، معلش مع احترامي للكل، بده يكون عنده ثقافة بإدارة التمثيل، عرفت؟ يعني إدارة الممثلين شغلة صعبة والأخذ والعطاء في كتير اختلاف بوجهات النظر، آراء كتير ونحن ديمقراطيين. 5-4-7 بيقول عمار شلق دوره بزهق والمسلسل بطيء. رفيق حداد بيقول
هيدا أحلى مسلسلات رمضان هالسنة. رأيين متناقضين ورا بعضهم تماماً. نعم. بس نحن بننقل كل الآراء. لا أكيد طبعاً طبعاً. امبارح أنا عندي ملاحظة على حلقة امبارح، يعني مضيعين عايدة مضيعين عايدة مضيعين عايدة، بس أسعد رشدين لقي عايدة كان كتير بارد اللقاء. نعم. هو كان مقصود هيك ولا ليه؟ بدك تشوف المخرج هو إنه طب مش أحسن ما يروح على الكليشيه. هلا إذا أنت لاحظت تعبير وجهه مظبوط، كان في جمدة جمدة بمعنى سبعة إنه مفاجأة. إيه عرفت؟ إذا بده يعمل وهيك ويروح على القصص كليشيه إنه عرفت؟ بس إنه كمان بده كان يمكن يفرجينا أنت ما انتبهت عيونه. لا وكان في دمعة بعينه واقفة كمان، يعني أوقات واحد ما هو حسب ردة فعل الشخص. ما هو ما تنسى هو حكيم 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 يعني دكتور. وبيسيطر على مشاعره، يقدر يسيطر على مشاعره كونه معالج كتير ناس. لا بس عيونه كانت بتحكي، كانت بتحكي إنه وقف طب شو بعمل، جمد إنه جمد بين حبه الكبير لإله وعتبه، لأنه الناس معودين على الكليشيه للأسف، معودين على اللي بيتقدم لهم انه لازم يا لطيف ينفحت ويغطى على قلبه، ولا هو انه وقف ما عرف شو بده يعمل. مش حالي انفعالية، بعض الناس بتقدر تسيطر على مشاعرها وعلى على كل حال اسعد رشدين يعني ممثل المسلسل فيه تناقضات رهيبة سميرة، شوية بتضحكي شوية بتحزني شوية بتبكي. نعم. إديش هيدي الخلطة جذبت الناس لإلكم كمان؟ كمان لأنه عم بتمرق مساج ضربي على الحافر ضربي على المسمار، بدون طبعا شيء المباشر الوعظ المباشر، الوعظ المباشر بسلاسي بهضمني بيوجع. مزبوط. تارا بتقول مسلسل كتير حلو، بحييكم بحيي مدام عايدة صبرة، أنا كتير بحبها. شكرا. يعني الناس بتنطر، برأيك في البعض بيقولوا أنه اللبناني ما بيهمه غير القصة، يحضر القصة وما بيفوت بالتفاصيل، وفي البعض الآخر بيقولوا لا اللبناني بيعرف يميز الجيد من المش جيد أو الأقل جودة، ولكن لما بيكون هول موجودين قدامه يعني بيحضر. والدليل التعليقات، يعني لا شك التعليقات اللي عم نسمعها عم بتبين قديش الناس عم صارت معودة وعم بتلاحظ. صورته بأماكن فعليا كانت مرقة من حد الحرب، بأماكن حقيقية ولا لا عملته ديكوريت مناسب؟ لا 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 حسب صورنا بأماكن حسب بيئة كل شخصية اللي هي يعني كيف بدي اقول لك العايشة فيها، ايه يعني العايشة فيها واللي شو اسمه يعني بيتك انت انا وجينا بعشوائية الوزاع، عرفت بيت جهاد واستاذ نقولة بلجي، يعني لانه الاستاذ اللي عمل برمي على اللوكيشن لحتى اختار الاماكن. اختار الاماكن اللي فعلا لازمة وتطلع حقيقية وصادقة لهول الشخصيات، بتكون مقنعة حسب طبقتهم الاجتماعية وحالتهم الاجتماعية والى اخره. النهاية قدرة تكون صادقة مقنعة أنا بدي عادية ما بيقدر يعني هلا بعرف انه ما راح تقول لي، بس انه خليني اجرب بيعمل اللي عليه. هلا بعد في مفاجآت كم حلقة بعد في هيك اهيان للتنين ثلاثة لاخر يعني لاخر رمضان يعني خلص هلا صار تسارع الاحداث لانه قربت لانه كمان بعد في مفاجآت اليوم في مفاجأتك انت في بدي احكي هي قصتي كيف راحت اجري وكل حلقه هلا في شيء خاص بيكون وكثير اولا القصه عم تطلع صحيح. كريشندو صحيح. يعني صحيح. عايدة صبرة التلفزيون يعني قلت انه ما كان قبل في عروض وانت ما بتروحي صحيح. بس هلا بتتوقعي انه من بعد نجوى ومن بعد انت مين إذا عرض عليك رح تكوني بنفس الحذر بنفس الإطار ولا لا بتقوي قلبك تلفزيونيا أكتر؟ بعرف أنتو بتعشقوا المسرح ولكن إذا النص جيد أكيد مثل هيدا النص أكيد ليش لا ومع طبعا مع الأكيب يكون كله منسجم مع بعضه أصلا مش مسموح يعني مش مسموح كتير تغيبي أنا بعرف حسب العرض والطلب يعني إيه أكيد أكيد إيه يعني حسب العرض والطلب فعلا هيك أمال بتقول أحلى مسلسل أحلى مشهد
بتقول احلى مشهد لما كارين كبت كتاب التربيه المدنيه كبته بالنار. كبته بالنار قديش معبر لانه انا بعرف من ابني درسنا التربيه المدنيه لا مره عم بيدرسوا قال لي ماما طب هولي ما عم نشوفهم بالواقع شو بدك تقولي له تلميذ يعني قديه عمره عرفتي ولاحظ هيدا الفرق انه لشو عم بيدرسونا اياهم وبرا ما في شيء منه اي بس شفتي بحركه وحده هي كثير معبره فعلا كل شيء فيه مسجات اختصرت جمل وحوار طويل رقم بينتهي 405 بقول مرحبا انا لبناني من اكثر من 51 سنه ليش التمثيل اللبناني كله عنتريات وصراخ وشتائم او انا غلطان نصه. حسب شو عم بيحضر نص على نص مش كله حسب شو عم تحضر وحسب الدور كمان يعني حسب مين عم بيشوف حسب شو عم بيحضر حسب اذا بدك السيتوياسيون الموقف اللي شافه او هيك كتار بيقولوا اعمال رمضان لا تناسب الشهر الفضيل قديش هيدي المقولة مظبوطة او مش مظبوطة وخصوصا انه هذا الشهر عم بيكون مش ريليتد لمعنى رمضان صحيح ولكن هو انطلاق لاعمال رح تنعاد كل السنة انا مع هالمقولة صراحة صراحة بتشوفي انه مظبوط هالشيء مظبوط هالشيء يعني ما بتلاقي هيك مواضيع بالمسلسلات هلا قريبة اكثر قريبة اكثر للناس عرفت يعني هذا اللي انا عم بقوله انه يا عمي في عنا قصص كتير بكل بيت في قصص كتير في مليون حكايه نحن كل يوم شو منعيش كل ساعه منفيق على خبريه بس المنتج بيقول لك انا بدي بيع يعني انا عم بشتغل هي تجاره انا مش جاي العب طب ما هو ما جرب بشيء تاني خليه يجرب بشيء تاني لا ما هو شيء بيصير بينجح مش مظبوط من قلده كلنا شي بينجح من قلبه ومنعمل منه جزء أول وثاني وثالث كل الوقت نعمل هالمواضيع لتسطيح عقل المشاهد مع تعدد الأجزاء معنا اتصال معنا اتصال هلا بس خليها ترجع. مع تعدد الأجزاء لا 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 ضد. لا لا يلا ألو بونجور أهلا ست سميرة أستاذ أندري أنا يلي بقول لك أحلى شاب سهيلة هلا لحينا بالكوليسترول ست عايدة شو عم تعملي فينا دسامي هالقد ما بيسوى كتير سوري بدنا دوا بدك تدفعي كيفك ومش نصحانة ولا ناصحة عادي ايه ماني ناصحة بس أنا إذا بمرق من حد المطبخ بعبي 2 كيلو ايه بس إنه وجود ست عايدة ست جوليا أستاذ أسعد أستاذ دانيال ستروكم سا بعدين في شغلة بتخص تحديدا الست عايدة نحن كمشاهدين وكلبنانيين في عندها كريديبيليتي عندها مصداقية لانه منعرف منية منعرف وزنها يعني انا بتقنعني شو ما عطيتني لانه بعرف انها بتعرف الصح ما رح تقدم لي الغلط حبيبتي شكرا هيدا يعني عندي ثقة فيها مثل الحكيم هيدا بوثق فيه هيدا ما بوثق فيه أنا بعت يعني عن جد مش بقصدي بس ما تبعت من الأول ما بحضر كتير تيفي بس علقت فيه للمسلسل وحابة شو بقولوا أعمل رتراباج برجع أخذ الحلقات يلي قبل وبتمنى يرجعوا يعيدوه قريبا لأفهم مظبوط لأنه مين ما قاعد قلولي هيدي شو هيدي مين تمثيلك مش تمثيل أدائك رائع 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 هالانسيابية بالدور للأسف ما فيك تحضريه لأن الموقع الـ LBCI بدك تدفع لا 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 على MTV على MTV عفوا خلص بدي غلبت بشي بدي رغبت بشي ما فيها تقطع الحلقة بس كمان الوقت أندري بس حتى ما نسأله نشفع لك جريس مسلسل رائع بتحبك كتير زياد نحن بالبيت بنحضر 5:30 كل بخبر ولاد بشرح لهم وبخبر لهم عوائلات الحرب لا انت مغلبط باسم المسلسل بيقول بشرح لهم كل مشهد وبخبر لهم عن ويلات الحرب انت مين كارين كاتبة واقع زيادة عم تحكي عن انت مين يمكن حتى الاسم غلط عايدة كمان قايس نجدي من حيك بدنا نختصر بدي اعتذر من البيت وزيرة المستمعين انا بسميها سميرة والمخرج هو الامر الناهي بالنهاية يعني شفتي وبعد في كتير الحمد لله مش رح نقدر محبة الناس هي أهم الحمد لله أكيد هي نهي نحن لو ما الناس منا هون هيدا البنزينات أكيد بتمشي أكيد عليهم إيه طبعا أكيد إيه أو لا النهاية صادمة أو مش صادمة
ايه او لا بس ايه 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 قلت إيه. لك بعد بعد في بعد في بعد في بعد ما شفته شيء. بدنا نشكرك كثير الممثله الكاتبه المخرجه عايدة صبرا، شكر كثير كبير لحضورك، اهلا وسهلا فيك بصوت لبنان. ميرسي على الاستضافه وكلكم. بدنا نشوفك مش برمضان الجاي حتى اذا فيك قبل ان شاء الله، بتمنى يعني انه بزعل فكرك. نحن تشرفنا اليوم كنت ضيفتنا سميرة سامي مير، شكرا شكرا لك اندري داغر وللمخرج سيمو مصور، وطبعا للاصدقاء المستمعين الى اللقاء. وجمعة الجاي ضيفتنا ماجي ابو غصن، كونوا معنا.